السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن توفير الميزانية بالتحديد. كان في أخت فاضلة كتبت لي كومنت على فيديو من الفيديوهات بتاعة توفير الميزانية إن هي عايزة ميزانية 80 جنيه في اليوم من عناية الاثنين، تقريبا 560 جنيه في الأسبوع. أنا مش فاكرة كتبت لي ولا لأ كم فرض. عموما هنقرب المسافات بحيث ان احنا نغطي اكبر عدد افراد ممكن. كلامي عن الاسره اللي ما عندهاش تموين، احنا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات التانية، احنا في مصر بناخد معظم الاسر او 3/4 الاسر المصريه بتاخد تموين شهري عباره عن سكر وزيت ورز ومكرونات والحاجات دي كلها. لكن هنركن ده على جنب ونتكلم، واللي عنده تموين او هيوسع على نفسه ممكن يدخر، مفيش اي مشكلة. نبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم بالورقة والقلم والسعر، وحسبت لكم على الآلة الحاسبة، وهقولك عندي انا بعمل ايه وحوريكي على الواقع. هنقول ايه؟ هنقول بالتقريب 3 كيلو رز. 3 كيلو رز، كيلو الرز ب15 جنيه، كيلو الرز ب15 جنيه، يعني هنقول 45 جنيه رز. مش لازم اجيب المعلب اللي هو المعبأ قصدي، لا انا اجيب اللي هو بالكيلو من المحل البقالة او من السوبر ماركت اللي هو في الشكاير، باخد منه بالكيلو. هنجيب 2 كيلو مكرونة برضو اللي هي بالكيلو، بتتوزن بالكيلو مش اكياس، الكيلو ب17 جنيه، يعني 2 كيلو مكرونة عاملين 34 جنيه. هنجيب كيس شعرية او نص كيلو شعرية، هنقول كيس شعرية هنقول بخمسة جنيه، هيبقى معاكي 84 جنيه مكرونة ورز وشعرية، علشان لو عملتي رز بشعرية او حاجة، ده على مدار اسبوع. على مدار ايه؟ على مدار اسبوع. هنجيب كيلو سكر ب14 جنيه، هيبقى معاكي 98 جنيه رز مكرونة شعرية سكر. هنجيب 2 كيلو لبن بسعر 12 جنيه، مش هنجيب الازايز اللي هي المراعي او غيرها، وعموما لو هتجيب المراعي مش هتفرق كتير، هتبقى ب16 جنيه الازازة. انا بتكلم في الكيلو اللي هو بالتعبئة اللي احنا هنجيبه من السوبر ماركت او محل البقال. الكيلو اللبن ب12 جنيه هيبقى معاكي 122 جنيه. هنجيب ازازة زيت ب30 جنيه، ازازة زيت ب30 جنيه هيبقى معاكي 152 جنيه. هنجيب ربع كيلو زبدة بلدي او زبدة صفرة نيوزلندي، الربع كيلو ب37 جنيه هيبقى معاكي 189 جنيه. طبعا تاني بنقول ده في الاسبوع. هنكمل، وصلنا لغاية 189 جنيه. بصوا انا كتبالكم بالورقة والقلم اهو عشان اقرب لكم اقرب حاجة للدخل بتاع حضرتك. وصلنا ل 189 جنيه لغاية الزبدة. هنجيب نص كيلو بانيه، نص كيلو بانيه دلوقتي سعرها النص كيلو عمل 45 جنيه. يا اما نجيب كيلو كبد وقوانص، الكيلو كبد وقوانص بالتقريب نفس تمن النص كيلو بانيه زي ما حضرتك عاوزة. هنجيب كيلو وراك او فرخة، كيلو وراك او فرخة، والفرق دلوقتي هيطلع لك، هيبقى الفرق حاجة بسيطة هطلعه لك دلوقتي. الكيلو وراك عامل 40 جنيه، الكيلو وراك عامل 40 جنيه. قلنا لغاية الكيلو الوراك ب40 جنيه هيبقى معاكي 274 جنيه، هيبقى معاكي مشتريات ب274 جنيه. هنيجي نقول بقى، هنجيب ربع كيلو لحمة مفرومة نعملها كفتة او نعملها كباب او نطبخ بيها، وهنجيب ربع كيلو لحمة تاني. بس الاول عشان ما نتلخبطش، عشان زي ما انا كاتبة، هنجيب ربع كيلو لحمة، ربع كيلو لحمة مفرومة او مكعبات، وهكملك ب42 جنيه ونص. انا بتكلم في اللحوم البلدي، اللحوم البلدي. هنجيب ربع كيلو لحمة ب42 جنيه ونص، هيبقى معاكي 316 جنيه ونص. هديكي كيلو سمك ب50 جنيه، هيبقى معاكي 366 جنيه ونص.
هجيب ربع كيلو لحمه تاني. احنا قلنا يا اما الربع يبقى انا الحساب بتاعي نص كيلو لحمه، يا اما هجيبها ربع مفروم وربع مكعبات، او هجيبها نص كده نص مفروم على بعضه او نص مكعبات على بعضه زي ما حضرتك عاوزه. هيبقى معاكي 408 جنيه ونص. 408 جنيه ونص. هعمل لك في الاسبوع 120 جنيه خضار زائد جبنه زائد بقوليات. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك. ده كمان انا بتكلم فيه اللي هو ما عندوش خضار في الفريزر زيي. انا دعاء بجيب كيلو طماطم في الاسبوع، انا عن نفسي بجيب كيلو طماطم في الاسبوع وبمشي حالي بيها مع برطمان صلصه. بجيب كيلو طماطم مع برطمان صلصه خلاص، لان احنا مش طول الاسبوع طبيخ والطبخه بتعمليها على يومين. بجيب نص طماطم ناشفه ونص طماطم حمراء، ممكن تجيبي كيلو ونص. المهم معاكي 120 جنيه. 120 جنيه زائد 408 ونص هيبقى معاكي 528 جنيه ونص. اللي هم ايه بقى ال 120 جنيه؟ هتجيبي كيلو طماطم ب 12 جنيه، هتجيبي 2 كيلو بطاطس ب 10 جنيه، هتجيبي نوعين خضار تانيين ب 30 جنيه خلاص، زائد جبنه. زائد جبنه ممكن تجيبي جبنه قريش وتعمليها بطماطم وشطه، ممكن تجيبي طبن جبنه بيضه وطبن جبنه رومي، ممكن زائد بقى ايه معاها فول، معاها فلافل، حاجات مدعمه للفطار وللعشاء، حاجات مدعمه للفطار والعشاء. وست البيت الشاطره هي اللي بتعرف تظبط امورها خلاص. هيبقى معاكي 528 جنيه ونص. هيبقى معاكي 528 جنيه ونص. هيتبقى معاكي من ال 560 جنيه 31 جنيه ونص. هتجيبي بيهم منظفات. 31 جنيه ونص هتجيبي بيهم منظفات. طيب رد دلوقتي انا باخد تموين، باخد رز وسكر ومكرونه وزيت وحاجات ومكرونه وصلصه وكده من التموين، وساعات باخد تجيبي ممكن علبه جبنه علبه حلاوه من التموين، علبه الجبنه الدومتي في التموين والحلاوه في التموين. هيبقى معاكي وفر لما انت تاخدي حاجه من التموين، فهيبقى معاكي وفر في الحاجات دي كلها. هتقدري توسعي على نفسك وهتقدري تشيلي 100 جنيه في الاسبوع، مع ان ممكن تقدري تشيلي اكتر، بس انا بقولك ليه؟ علشان توسعي على نفسك وعلى بيتك. هتقدري تشيلي جزء 50 جنيه في الاسبوع هتحطيهم على جنب للنور للميه للغاز للي ما اعرفش ايه الحاجات دي. طب انا ما قلتلكيش حاجه عن الفاكهه. الميزانيه بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي ما جبتش اسم الفواكه. هقولك ايه؟ هقولك الفواكه، انت هتجيبي نص كيلو لحمه، هتجيبي نص كيلو بانيه، هتجيبي كيلو وراك او فرخه. فاحنا هنغطي الاسبوع بتاعنا بالبانيه وبالوراك او فرخه وباللحمه. ممكن بدل ما نجيب نص كيلو لحمه نجيب ربع كيلو لحمه، على اساس ان انا عندي بانيه وعندي وراك او فرخه وبرده هيبقى عندي ربع كيلو لحمه. وبالربع تمن الربع الكيلو الثاني اللي هو 42 جنيه ونص هتقدري ان انت تجيبي كيلو او 2 كيلو من اي فواكه انت عاوزاها. تجيبي بطيخه مثلا ومعاها حاجه تانية، مش لازم بطيخه اللي هي الكبيره ام 50 و60 جنيه لا. وبرده هتبقى اكلتي الفراخ واكلتي اللحمه. وبرده بقول لك الكلام ده لو انت مع حضرتك ما عندكيش تموين، لكن احنا عندنا تموين ثلاث ارباع الاسر المصريه. هتقدري تدخري من ال 560 جنيه لو بتاخدي تموين، هتقدري تدخري مثلا 30 جنيه انك هتخرجي تاخدي ولادك وتتمشي بيهم، هتجيبي ايس كريم من محل متوسط، هتشيلي 50 جنيه على جنب من للنور او للغاز او للميه. صدقوني احنا بنقول غلا 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 غلا، احنا فعلا في غلاء فاحش. مش هنقول لا ومش هنضحك على بعض وهنتكلم بالواقع، بس هتقدري لو مع التموين ومع الخضار، انك لو بتخزني خضار في الفريزر زي انا كده الدنيا هتمشي معاكي. والله ما هتعجزي ابدا، مش هتعجزي نهائي. لان الخضار انا لما ما بيكونش عندي لحوم، انا بيجي عليا وقت مثلا معيش فلوس او تلاتي فاضيه من اللحوم او الفراخ، انا بعمل ايه؟ انا بيبقى عندي الشوربه مش برميها، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، بطلع كيس الخضار مع الطماطم مع كيس الشوربه وبطبخ احلى طبيخ، بطبخ احلى طبيخ وطعمه حلو جدا، لان انا غذيته او طعمته بالشوربه بتاعت اللحمه.
لما تروحي للجزار وتجيبي مثلا نص كيلو اللحمه او ربع كيلو اللحمه، قولي له اديني شويه العظم، او العظم ده بيديهولك كده من غير فلوس فوق البيع، او تقولي له انا عاوزه ماسوره، الماسوره دي بتاخديها ب10 جنيه، تقولي له قطعها لي. اجمل شوربه واجمل خضار تاكليه وتذوقي طعمه لما تكوني عاملاه بالشوربه بتاعت المواسير. كنا زمان نعمل العدس على الشوربه بتاعت المواسير، فاهمين؟ انا بعمل كده واحنا عملنا الشوربه مع بعض يعني 100 مره 200 مره، كل فيديو بنتكلم فيها عن الشوربه، كل فيديو طبخ يعني قصدي بنتكلم فيه عن الشوربه. فهتقدري تاقلمي ميزانيه بيتك، هتقدري تتعايشي مع ظروفك. وعلى فكره انا ممكن اتعايش في الاسبوع ب10,000 جنيه لو انا دخلي يسمح، وممكن اتعايش بال 560 جنيه اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي. اقلمي نفسك ومشي امور حياتك واقلمي نفسك. هتقدري توفري من بند لبند، العيش مثلا هتقدري توفري له من بند لبند، هتقدري تجيبي مثلا كيلو ونص لبن بدل 2 كيلو. انا الاول اديتك الاساسيات ودلوقتي بديك البدائل، او دلوقتي بديكي ازاي احط بند مكان جزء صغير في بند تاني، جزء صغير في بند تاني، خلاص؟ مع ان برضو لو معاكي بطاقة تموين هتبقي بتاخدي العيش بتاعك من بطاقة التموين، بناخد عيش وبناخد فرق عيش على التموين. هقول لكم على حاجة، تعرفين التموين بتاعي انا باخد منه ايه؟ انا باخد منه سكر وزيت، وممكن اخد منه رز الشعريه، الرز قصدي المكرونه الشعريه، المكرونه العاديه، وممكن اجيب منه علبه حلاوه، خلاص. لكن الحاجات التانيه ديت انا عندي بجيبها مثلا بالجمله، بجيبها من الجمله. انت تقدري تاخدي من التموين رز، مكرونه، زيت، منظفات من فرق العيش، صلصه، بتكفي نفسك، سكر وده المهم، فبتكفي نفسك. فصدقيني ست البيت هتقدري توفري من بند وتحطي في بند، تعلي من بند وتحطي في بند تاني. هتاكلي على الاقل لو اكلنا القليل، بس هنبقى اكلنا ونزل معدتنا وما اتحرمناش من حاجه، اكلنا فواكه، اكلنا خضار، اكلنا لحمه، اكلنا فراخ، اكلنا كبد وقوانص، اكلنا بانيه، زي ما انت عاوزه. تقدري تجيبي دلوقتي، ممكن تجيبي بالربع كيلو هياكل، الهياكل دي تقدري تعملي عليها صينية بطاطس محترمة في قلب الفرن، وريحة البطاطس مع الطبخة مع تطلع متحمرة ولادك هياكلوها. ظبطي معاكي ميزانية 560 جنيه، ميزانية يعني زي الكتاب ما بيقول، بالمسطرة بالقلم والمسطرة زي الكتاب ما بيقول. وكمان في حاجة، احنا اتكلمنا على اللحوم البلدي، ممكن تجيبي اللحمة بتاعت القوات المسلحة الكيلو فيها ب 120 جنيه، هما يعني كان ب 110 وصل ل 120 جنيه، ممكن تجيبي اللحوم بتاعتك والفراخ كمان من القوات المسلحة، بتبقى أرخص كتير جدا من بره. يعني احنا بنجيب اللحمة البلدي من بره الكيلو ب 180 وب 190 وب 170، هتجيبيها في القوات المسلحة ب 120 جنيه. يعني اللي انا قصدي اقوله لك ايه؟ قصدي اقوله لك انك هتقدري توفقي من بند لبند، تعلي من بند لبند. كل الفروق اللي انا بقول لك عليها ديت، لو هتجيبي مثلا لحمه القوات المسلحه فانت وفرتي مبلغ وقدره في الكيلو او في النص كيلو، هتحطيه في مكان تاني، او هتجيبي الحصاله بتاعتك او القله بتاعتك زي انا ما قلت لكم قبل كده وتحطي فيها. عارفه لو حطيتي نص الفرق ده هيبقى حلو قوي وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، وهتلاقي ان انت الفروق دي قدام هتعمل معاكي مبلغ، هتاخديه تكملي عليه جمعيه صغيره لكسوه ولادك لو ولادك صغيرين، لمصاريف درس، لمصاريف حاجه. فوالله العظيم ثلاثه، البركه في البيت بتخلي الدنيا تمشي زي الفل، البركه والقناعه والرضا بتخلي الدنيا تمشي زي الفل. زي ما قلت لك قبل كده، الورك ممكن تقطعيه 2، السمكية ممكن تجزليها لتلاتة. يعني دبري بيتك ودبري حياتك مع الغلاء اللي احنا فيه، بس الحياة بتمشي مش بتقف، ومعاك الميزانية. واللي عايز ميزانية اعلى
او برضو اقل ربنا هيقدرني وبقدر الامكان برضو هنتكلم فيها. محدش يقول إيه اسعار مبالغ فيها، لا مش اسعار مبالغ فيها، دي اسعار من جوه السوق بسعر اليوم وبالسعر اليومي. انا يوم الجمعة اللي فاتت جبت 25 كيلو بصل ب40 جنيه من العربيات اللي بتمشي في الشارع، البصل بتاع الخزين، البصل الناشف، جبت 25 كيلو بصل اقسم بالله العظيم ب40 جنيه. يعني هتقدري تعملي حاجة، لو عايزة تعملي هتعملي. استعيني بالله اولا وشغلي عقلك مع اللي احنا قلناه، يعني احنا بنساعد بعض مع الميزانية اللي احنا قلناها. وخلي بالكم زي ما قلتلكم هي ميزانية بسعر السوق من الواقع. يعني امبارح كان الجمعة، انا نزلت السوق جبت حاجتي اللي انا بقولكم عليها دي بنفس الاسعار دي، بنفس الاسعار دي. فظبطي امور حياتك، مشي نفسك، حاولي تخزني خضار على قد ما تقدري لانه بينفع جدا، والبركة من عند ربنا سبحانه وتعالى. قولي يا رب اجعل بيتي كله بركة. ما فيهاش مشكلة انك لما تاخدي مصروفك دهوت او دخلك اليومي ده، اعملي لنفسك مثلا لو 10 جنيه صدقة لوجه الله، تقول له يا رب اعني، ربنا هيقف معاكي. ربنا هيقف معاكي بصدقة او من غير صدقة، بس احنا بنقول ايه، عايزين نملى بيتنا بالبركة، البركة والخير. وان شاء الله رب العالمين اي حد برضو عايز اي حاجة يبعت يقول لي، واحنا مع بعض وهنجتهد مع بعض، بس هنجتهد مش بالكلام المزيف او بكلام غير الواقع، هنجتهد بالواقع وبسعر اليوم. وان شاء الله ربنا يوسع علينا جميعا ونقدر نعيش في رفاهية ورخاء وبركة كتيرة وسعة في الرزق، وناكل كل اللي نفسنا فيه. والحياة مش اكل وشرب بس، الحياة كل حاجة حلوة. وان شاء الله انا معاكم في اي وقت تقدروا تبعتولي، بس بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عندي وفعلوا الجرس، علشان هنشتغل كتير جدا باذن الله ومن غير مقاطعة وربنا يقدرني. وتعملوا شير للفيديو كتير، لان في اسر كتير بتبقى محتاجة افكار ومش عارفة تجيب توصل الافكار دي او تجيبها منين. وتعملوا بقى لايك للفيديو اذا عجبكم، وكومنت كويس، وان شاء الله هيعجبكم، لان انا زي ما قلت لكم دي امانه، وانا بتكلم معاكم من الواقع وسعر اليوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.